بداية أن أرحب مجددا بصديق الرئيس بوتين في القاهرة في زيارة مهمة تؤكد قوة العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مصر وروسيا. وقد اتفقنا على تكليف الوزراء المعنيين بمتابعة تلك الملفات وتسوية أي عقبات تواجه الانتهاء من المشروعات التي نعتزم تنفيذها مع روسيا في المستقبل القريب، أسوة بروح التنسيق التي سادت المفاوضات على عقود إنشاء محطة الضبعة النووية كأول محطة من نوعها في مصر. وفي هذا السياق تناولنا الجهود الناجحة التي أفضت لإنشاء وفد تفاوضي موحد من منصات المعارضة السورية المختلفة، واتفقت آراؤنا على دعم مسار المفاوضات التي يقودها المبعوث الأممي إلى سوريا للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق ويحافظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وتماسك مؤسسات دولتها. وفي ليبيا تؤكد مصر على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لتجنب أي فراغ أمني أو سياسي، وستواصل مصر دعم جهود المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي بغرض تهيئة الأجواء لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا. وستواصل القاهرة كذلك جهودها من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وهو الجهد الذي كان محل تقدير كافة الأطراف في ليبيا وآخرها خلال لقائي بالأمس مع السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي. كما اتفقت مع فخامة الرئيس بوتين على أهمية تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة اتصالا بجهود التصدي للإرهاب، خاصة فيما يتعلق بانتقال الإرهابيين من مناطق عدم الاستقرار إلى دول أخرى وارتكابهم لأعمال إرهابية في تلك الدول. وأكدنا كذلك ضرورة منع الدول لمرور هؤلاء الإرهابيين عبر أراضيها وتبادل المعلومات بشأنهم مع كافة الدول الأخرى والمنظمات الدولية المعنية. أيها الحضور الكريم، أود أن أشكر فخامة الرئيس المصري وجميع زملائنا المصريين على الحفاوة وكرم الضيافة، وأولينا اهتماما خاصا لخطواتنا المشتركة في مجال الطاقة، أقصده التعاون في مجال المحروقات، وأيضا مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، المحطة الأولى من نوعها في مصر. كما بحثنا مشروعا واعدا آخر، وهو إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وقدم لي وكالة الأمن الفيدرالي تقريرا بأن الجانب الروسي بشكل عام مستعد لفتح الطيران والرحلات بين موسكو والقاهرة. مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. بدأناها بلقاء يهتم به العالم كله، على اعتبار أن بين الرئيس السيسي والرئيس بوتين، وبالتالي بيهم الناس في المنطقة كمان كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كل ما يمكن أن يتعلق بمباحثات ثنائية في قضايا مختلفة في سوريا، في منطقة الشرق الأوسط. خاصة لو هتلاحظوا أن بوتين جاء من زار القاعدة العسكرية الروسية في سوريا والتقى بشار الأسد، عندنا حتى بعض المشاهد. أعتقد ده كان للإشارة إلى أن روسيا انتصرت على داعش يعني، وأن روسيا نجحت في القضاء على الإرهاب. وكمان أعلن عن أنه هيتم خفض القوات الروسية في إشارة لأنه انتصرنا على الإرهاب، وبالتالي لسنا في حاجة إلى كل هذه القوات، ويمكن أن تبدأ مرحلة سلام أو مرحلة بناء في سوريا. لما ينتقل إلى مصر، دولة تواجه الإرهاب ودولة كمان بتتعاون بشكل كبير، روسيا تتعاون مع مصر بشكل كبير في قضية الإرهاب تحديدا، صحيح الزيارة فيها تفاصيل مختلفة كثيرة، لكن هيبقى على رأسها قضية الإرهاب وكمان القضية الفلسطينية.
وهنشوف الكلام اللي قيل عن القضية الفلسطينية، خاصة الموقف الروسي أيضا يعني يتطابق مع مواقف الدول العربية. يعني هي من الدول اللي أخذت موقفا رافضا للخطوة التي قام بها دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس. الضبعة مشروع للطاقة النووية مهم جدا، بيحاول بعض انه يعمل عملية غمز ولمز، يقول لك اصل الضبعة فرضت علينا واصلها هي مربحة للجانب الروسي ومكلفة لمصر. لا بالعكس، النهاردة تم الاعلان عن ان هي كانت افضل البدائل من بين 6 بدائل، لانك انت مش هتجامل في اموال هتدفعها يعني. بالإضافة إلى أنها كمان الاتفاق يتيح التعاون مع الدول الأخرى، ويوفر لك عملة أجنبية يعني بشكل كبير الاتفاق في صالحنا. ولا يمكن أنه مصر توقع اتفاقا يعني يبقى فيه تكلفة باهظة أو خسائر، لا، المكاسب الكبيرة التي يمكن أن تتحقق من اتفاق من هذا النوع يعني لا تعد ولا تحصى. كمان في كيفية جذب الاستثمارات لقناة السويس واتفاقيات اقتصادية وصناعية مختلفة، كل ده في زيارة مهمة جدا سواء في إطار العلاقات الثنائية. يعني احنا وروسيا بنتفق على ايه اقتصاديا وسياسيا وتجاريا وأمنيا في مواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى قضايا المنطقة ككل. ومن القضية الفلسطينية نشوف الكلام اللي قيل على لسان الرئيسين الرئيس السيسي والرئيس بوتين اليوم عن القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق تطرقنا بطبيعة الحال إلى الأوضاع التي شهدتها القضية الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية على خلفية قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، وما لتلك التطورات من أثار خطيرة على مستقبل الأمن والسلم في المنطقة، حيث أكدت للرئيس بوتين أهمية الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط. فخامة الرئيس، السيدات والسادة، لا يفوتني هنا أن أثني على الدور الروسي في إطار جهود تسوية القضية الفلسطينية طوال العقود الماضية، سواء بشكل منفرد أو في إطار آلية الرباعية الدولية التي تم تشكيلها في توقيت كنا نأمل فيه أن تساهم في التقريب بين مواقف الطرفين والتوصل لتسوية نهائية عادلة لقضية محورية تظل هي الأقدم ضمن القضايا السياسية المعلقة التي يناقشها المجتمع الدولي بأسره ولا يزال يعاني من عدم تسويتها حتى الآن. تقف بلدانا موقف ضرورة الاستئناف الفوري للحوار الفلسطيني الإسرائيلي المباشر حول كل القضايا المتنازع عليها بما في ذلك وضع القدس، فلا بد من تحقيق الاتفاقات العادلة والطويل الأمد التي تتماشى مع مصالح الطرفين. ونحن نرى أن كل الخطوات التي من شأنها أن تستبق نتائج المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، نعتبر مثل هذه الخطوات عديمة الجدوى، ونعتبر أن مثل هذه الخطوات تزعزع الاستقرار ولا تساعد على تحقيق الحل. ونحن نرحب بما تم التوقيع عليه هون في أكتوبر في القاهرة من الاتفاق بين فتح وحماس الرامي إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية. طبعا لقاء في غاية الأهمية، وبالتأكيد المباحثات الثنائية فيها تفاصيل كمان ليست معلنة، لأنك وانت بتواجه الإرهاب وانت كمان بتشوف المشاكل الحقيقية في الدول اللي بتهمنا زي ليبيا، وروسيا أيضا مهتمة بالأوضاع في ليبيا، وجزء كبير من الإرهاب الذي يأتينا إلى مصر هو قادم من ليبيا. الوضع في سوريا كمان، مصر استقلالية موقفها بتخليها تأخذ مواقف متوازنة مع الجميع،
يعني زي ما قلت لكم انه حتى بتختلف مع مواقف السعودية وبعض دول الخليج فيما يتعلق بالوضع في سوريا. ده بيتيح لها انها تقيم علاقات مختلفة مع كل القوى في الساحة. بالتأكيد المباحثات فيها جوانب ليست معلنة ولن يتم الإعلان عنها، ولكن هي بتكون في غاية الأهمية لعلاج مشاكل أساسية في المنطقة. نرجع ل